الذي يسعى مجلس القضاء بعنصرين ان تمرر في هذا التوقيت تحديدا في عجلة من امرهم تقطع اننا يجب كمحامين في هذا البلد ان نتنبه لهذه المؤامرة ضد المحامين، لان المحاماة رسالة ونحن نشرها ونحن احرص الناس عليها. ان كانوا يسعون لاستقلال السلطة القضائية فنحن شركاء لهذه السلطة القضائية، شركاء على ذات القدر. هم يغضوا الطرف عن المواد التي يجب ان نسعى الان لتفعيلها، الماده 47، لانه يجب ان يكون من عناصر القضاء من المحامين، لاننا لا نحتكم اليه انما نحتكم الى النص. فاقد الشيء لا يعطيه. ان كان الحديث عن استقلال القاضي فاستقلال الدفاع اكثر اهميه، لا نقولها انتقاصا منه لكننا نضيفها اليهم، لانه باستقلال الدفاع سيكون القاضي ايضا مستقلا، وبغير استقلاله فسينتقص وبالضروره من استقلال القاضي الذي يجلس على المنصه. لنتفق جميعا، نحن ابناء هذه المهنه، وكما قلت المحاماه رساله ليست مهنه، ونحن رسلها حريصون عليها وعلى استقلالها، وسيهب المحامين في مصر كلها في دعمنا الغد. وانا استاذن زملائي واساتذتي الاعزاء ان يسجلوا في محاضر الجلسات بحسبان ان محضر الجلسه هو ملك للدفاع، يستطيع ان يسجل فيه ما شاء له ان يسجل، فلنسجل ابتداء اعتراضنا الكامل على هذه النصوص وموقفنا المحدد والواضح اننا ضد هذه النصوص. ولو ادى الامر في النهايه ان تتوقف عجله القضاء جميعها في محاكم مصر. اقولها اخيرا يا محامين مصر اتحدوا، لان هناك من يحييك في هذه الظلمه وفي هذا التوقيت غير المناسب ان يتقدم بهذا المشروع الذي لا مبرر له، لان المحامين كانوا دائما وسيظلوا دائما حائط صد في اتجاه استقلال القضاء. وليست هذه دعوه للانتقاص منهم بقدر ما هي دعوه ايضا ان تستقل نقابه المحامين وان توضع اليات لهذا الاستقلال، ولا ينتقص باي حال من الاحوال ولو في نصوص ظنيه ان هناك ما يمكن او ما يمكن القاضي من ان يواجه الدفاع، لانه بمواجهه الدفاع على هذا النحو وقدراته على ان يتعامل معه كالمواطن العادي، انا في يقيني سيختل ميزان العداله كله. نحن نسعى لاستقلال القضاء، واكثر استقلالا منهم هم المحامون انفسهم. اقولها اخيرا يا محامو مصر اتحد، ومن غدا نسجل في محاضر الجلسات حديثا صريحا واضحا محددا اننا مع استقلال القضاء ومع استقلال نقابه المحامين والمحامي في عمله، لاننا شركاء للسلطه القضائيه في كل حقوقها والتزاماتها. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله.